لا هالمرة جيسون عند أم السيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ مساكم طيبين مشمعين حياكم. رجعنا مرة ثانية يا شباب لسلسلة ألعاب مجانية اللي سحبنا على أمها، لأن ما كان في ألعاب يا شباب تستاهل، وصراحة ما أبي أنزل على ألعاب مستواها تعبان، فقلنا اليوم يا شباب يعني بعد الشهر بداية شهر 10 اللعبة الخرافية المجانية اللي نزلت، والله يعني صراحة أنت ما أدري شو أسميك عزيزي المشاهد أنت تسحب على اللعبة هذه، لأن سعرها كان 45 دولار والحين صارت مجانية. خلاص خليني أعطيكم يا شباب خلاصة للناس اللي مو فاهمين اللعبة، أتوقع الجميع يعرفها لكن الناس اللي ما تعرف اللعبة. اللعبة 8 أشخاص في جزيرة، 7 منهم ناس طبيعيين، واحد منهم جيسون. جيسون يا شباب سفاح، يعني من شكله تعرفه اللي هو هذا، يعني اللي بصورة العرض موجود بصورة العرض اللعبة هذا. نعم هذا اللي يسلم علينا جيسون. الحلو باللعبة يا شباب اللي مختلف عنها لعبة داينج ديل، ما ادري شو اسمه نسيت اسمه يا شباب، ان عندك 4-5 طرق تعيش فيها. الطريقة الاولى هي انك تقتل جيسون، وجيسون يعني صراحة صعب جدا انك تقتله اذا مو معاك ابو فلة طبعا. الطريقة الثانية انك تتصل على الشرطة وتهرب، الطريقة الثالثة انك تصلح السيارة وتهرب، والطريقة الرابعة انك تصلح القارب ايضا وتهرب، الطريقة الخامسة واللي هي اصعب طريقة انك تنتظر طول الجيم، الجيم تقريبا 10 دقائق تهرب من جيسون ما يمسكك، اول ما تمر 10 دقائق وجيسون ما مسكك تفوز بالجيم. فبسم الله يا شباب نبتدي اللعبة. والله ازعجنا هذا إلسترو كلهم متجمعين 7 وهذا الثامن، ها هذا دائما يموت يا شباب وشعر اسود. اوه ديم شال وجهه يا شيخ. شايكم يا شباب على شخصيتي؟ شايكم باللبس؟ والله فضيحة يا شيخ. ايش في؟ الله قفلت علي، والله لا اروح والله لا ادخل بيت ثاني، والله احافظ على كرامتي. قفل الباب، اللي يبي يدخل يقفل عليه. ها وقفل ابو الباب بعد. لازم تقفل البيبان يا شباب عشان جيسون يدخل من الباب. كف والله الجيم مسدس من البداية. يعني ندور لنا الخريطة والماب وكل شيء. النظام اللعبة كلها بحث. فان شاء الله حظنا حلو يا شباب. اوكي بدايته مو زينة. جميل دام جبنا سيرة الحظ فخلاص. يعني يا رجال ظلمة من امها يا شيخ، انا ما اشوف شيء. اوه هذه زين، هذه اذا مسكني جيسون اطعنه براسه. يلا يا شباب باخذ حاجتي. ليش تطالع يا حبيب؟ يلا يا شباب راح نكسر سجل عشان نبني بسرعة يا شباب. نروح عند السيارة عشان نركب البطارية بالسيارة. اول ما اوكي السيارة قدام. اوه جيسون قدام دوم. خلنا نحاول يا شباب يمكن ما يدري عنا. ها شباب حاول، ها ان شاء الله ما نصاب. يا بسرعه بسرعه بسرعه، ها بسرعه بسرعه بسرعه. R1 ولا L2؟ اوكي بسرعه بسرعه. والله ما يدري شكله. يا جماعه مره يطلع R1 مره L2 بسرعه بسرعه بسرعه. جيسون ده R1. يلا يلا عدادين. لا لف 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 الجهه الثانيه. R1 اوكي اوكي يمدينا يمدينا. بس خلاص إيه تكفى تكفى ضي. بس والله ما يدري عني. اوكي 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 والله ما يدري عني يا شباب. نرجع نهرب. اوه روبي حط رجلك يا مدير. طيب يا شباب بقى البطارية والمفتاح ان شاء الله نلاقي البط. اوه والله الباب هنا مكسور، الباب من امه مكسور هنا. اهرب. جثة يا شباب. ولك هذا شر ام راسه. اهرب. خلنا ناخذ المفك هذا ونفك راس جيسون. اوه بنزين شباب. والله لو ان نقدر نعيدها يا شباب. لا هالمره جيسون عند ام السياره. جيسون هدي يا جيسون. هذا هو تشوفونه يا شباب. وين رايح هذا؟ شو يسوي؟ لا يكون، لا تصرخين يا غبيه. لازم اسحب على ناخذ هذه يا شباب. عم سوري لا ظهر ظهر شت يا رجال. ابي طلعه. قفل قاعد يكسر يا شباب. هذا هو شوفونا. السلام عليكم جيسون. الله انت واجد معصب جيسون. انت ليش معصب حاليا؟ هو ناطرني برا يبيني اطلع عشان. ايوه يا جيسون ايوه اهرب بحياتك يا شيخ. والله حط رجلك يا رجال، حط رجلك يا رجال.
وين وراي ما يدري، والله شكله ما يدري عني. جثة جثة جثة. طيب دايم، هذه هذه اختي هذه. والله ما الله، يا غبائي يا غبائي، اقسم لاني غبي. هدي يا جيسون، ابدا هي يمديني اضربه. اي بس انت اهرب. شباب كان معاكم ابو فله الذي سيموت الان، ولكن اركضي. شوفوا وجهي يا شباب، طعني بسكينه، طلع وجهي يا شباب. لا كما ترون يا شباب، جثتي هامده في نصف الطريق، حتى وانا ميت الطقم مولع يا شباب. وجاء جيسون يا شباب، هالمره هرق وجهه يا جماعه. تير بس هالمره جيسون يا شباب صاير بنفسه. يا ساتر، حط رجلك يا رجال. اوه المره معطيني شخصيه جديده، الله مزه يا شباب. شباب شوفهم قاعد يعطوني مزز، شو السالفه؟ قفل الباب صديق. اوه كاس كاس كاس، شنو غاز غاز يا ولد؟ شيني كذا انجليزي خربان عندك؟ لا شو الصوت هذا شباب؟ انا اول واحد يجي عندي جيسون يا اخي، تستهبلون معي يا اخي؟ اقسم بالله تستخبرون من؟ حط رجلك يا رجال، هو جاي الحين، والله جاي، والله ما يتفاهم يا رجال. هي كابتن جيسون وراي، جيسون وراي، اهرب، حط رجلك. جيسون يا جيسون يرحمني ام جابه، ما اقدر اركض يا شباب، خلاص الليمت وصل حده. طيب خذ هذا، امسك هذا، هذا ايش قاعد يسوي السياره؟ خذ هو، انا ايش دخلني؟ امسك امسك هو، روح امسكه. ايوه انا بريح، اي روح عنده بصراحه خبي ابي اهرب. حط رجلك، زاد عندي الليمت بس الحاج. هذا هو ما يدري عني جيسون، روح عنده. اي ايوه روح عنده، انا بسوي السياره، روح. خلصت يا شباب، اتوقع ان الغاز عندي بالغرفه اللي هناك. الغاز وين؟ الغاز وين؟ هنا هنا اتوقع، هنا ايوه هذا الغاز. انتبه من الفخ، انتبه من الفخ، اي فخ حاطه؟ اوكي مو حاط فخ، شكله مو لعيب هذا. حط شباب ناقصني مفتاح، والله لهرب مفتاح بس، والله حرام. وين الاقي المفتاح؟ جيب هذا المضرب عشان اذا جاني جيسون، وجيب هذا دوا. يا شباب والله حرام، والله مفتاح يا شباب ما عندي مفتاح، خريطه ما عندي، انا ما ادري اصلا من وين ادور المفتاح، خريطه ما عندي يا رجال. المفتاح قدام يا شباب، مفتاح قدام، شفته بالخريطه، مع اني ما عندي ماب. شت 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 شت، لا يكون يلحقني. خذه وياك، لا تجيبه عندي. لا 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 ابديت، والله حرام المفتاح بس عندي، والله والله المفتاح عندي يا جيسون، اسحب على زلفي. لا تلحقيني يا شباب، قاعد تلحقني وتجيبي عنده. شوف النعال، شوف النعال، شوف شوف. ايوه لا اسحب، هذا الشبي هذا، اركب الهروب بسرعه. عندهم يا شباب سحبوا، لا جابوه عندي، جابوه عندي. السلام عليكم، والله ما اعرفكم، والله جيسون وراي. لف يف لف لف هاي. لا 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 تخربي، تكفى حركي بسرعه. ايه اهرب اهرب الهروب، ما ادري وين الطريق يا شباب، ما عندي ماب. جثه جثه هامده هنا، لف لف لف. اه جيسون، فوك يو جيسون. لا 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 نقع امدد. هذا الحين اول مره لف راسه، ثاني مره حرق وجهه، هالمره شو راح يسوي فيها يا شباب؟ خلينا نشوف، نتعلم طريقه القتل. و تيم هالمره كسر ظهره يا شيخ. شت يا رجال، هذا البنفسجي يعرف يلعب، لا لا تعطوني واحد يعرف يلعب. اوه اعطوني المزه يا شباب،
وشوفوا يا شباب اقول لكم يا شباب اليوم يبوني يوزعون لي البوسس كلهم. شغل شغل هذا شغل خلاص انا انا خلاص بايعها. تبي تدي عندي جيسون تعال والله خلاص ارقص يا رجال اذن ارقص. ولا هذه شنو هذه البس يا طويله العمر والله مطر والله. لقيت بطاريه يا شباب راح اركبها. انا فاقد الامل من السياره ودي استخدم طريقه الاتصال على الشرطه بس يا اخي ما ادري ايش اقول. يلا خلينا نجرب حظنا. لازم لا هلا والله يا جيسون ولا والله جلدته والله ذي. مع هذا روح البسي. لقينا غاز يا شباب كفو والله. يلا 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 بسرعه بسرعه بسرعه. ما ادري يا شباب ليش قاعد اتعب نفسي مع هذا ما في فايده. يعني لا عندي ما بعرف في طريقه للهروب ولا عندي مفتاح الا المفتاح هناك يمين. والله ناقصني ماب والله شباب والله ناقصني ماب وفوز ان شاء الله. بس لا يجيني من ورا الحين يجيني من ورا يعطيني وضعيه الغدره. شباب بقالي شنو بقالي بس قفل الباب هذا ما ينفع باب مفتوح كذا ولا هو كسر الباب. دايم دايم هو اللي كسر الباب. شنو المفتاح عندها. هذه اللي قلت لكم يمكن ماتت والله ذبحها يا جماعة. الله قلت لك البسي من أول والله قلت لك البسي. أنا أبغى لبسونا شباب. I'm dead I'm dead بسرعة بسرعة. حركي حركي على روب حط رجلك شباب افوز. ركز 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 لا لا قدامي هو قدامي. حط ورا حط رجلك ورا حط رجلك ورا جاني قدام جاني قدام. حط رجلك ورا حط رجلك ورا والله العقل ارحمني ارحمني الله يرحمك. اطلع 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 اقولكم هذا البنفسجي عارف يلعب يا شباب. تكفى ارحمني تكفى تكفى لا تذبحني. اهرب اهرب بسرعة. الله يحرق الله مرة ثانية بتكفى تكفى. اوكي يا شباب والله تعبت. يعني كل ما اقرب للفوز اقول وين الماب. والله ثاني مره اقرب للفوز يا شباب. الى متى متى يا شباب متى افوز. المهم يا شباب يعطيكم الف عافيه مشاهده. اذا تبون مقطع ثاني يا شباب يعني وحنا نفوز فيه يعني ان شاء الله يعني نفوز يعني. لا تنسونا من الدعم يا شباب وبالتعليقات يعني تعاد. سلام عليكم سلام. الله يكرم الله يكرم الله يكرم جيسون الله ياخذك يا جيسون.